خلينا نقول بما أنه امبارح كان عيد البشارة وكانت احتجبت عطلة، احتجبت الصحف صباح اليوم عن الصدور، ولكن مواضيعنا بتتناول كتير من الأمور اللي بتعني المواطنين صح. بشكل مباشر. رح ننتقل للبقاع هلا مع رئيس التجمع الصناعي في البقاع، نقول لأبو فيصل صباح الخير. صباح الخير. صباح النور عبدو نتالي والمشاهدين، يوم طمنا، مبارك والصوم عيد مبارك مبارك للجميع. عليك. أكيد ميرسي علينا وعليك. طمنا عن الطقس بالمنطقة عندك. بدنا نسألك لك عبدو، بس والله ما عم تقول على المنطقة. لا حلو حلو حلو. هلا صار انت بزحله او بحريسه؟ لا انا بزحله بالمكتب هلا. هذا اوكي، المكتب جبت حريسه لعندي على المكتب. حلو كثير حلو كثير. استاذ نقولا بدنا نحكي شوي اول شيء بالصناعه، هل تحسن الوضع شوي؟ شوف عبدو، انا معروف انه ما بحب النقل ابدا، وواقعي منشيل دائما من الضعف قوي، ومنقول انه مرق صعب على لبنان، ونحن اليوم عم نرجع نعمل ريكفرينج بيسموها، نوع من تصحيح المسار الاقتصادي اللي كان قلوة، اللي ورطونا مبدا شريته لتربيته. اليوم عم ترجع تلاقي البضاعه اللبنانيه اكثر بالاسواق المحليه، هالبضاعه اللي تحت الدرج اللي دائما بننادي بكل اطلالاتنا لاصحاب السوبر ماركت، بنوجه لهم كلهم تحيه اصحابنا، انه يا شباب ما تشتروا الا من مصانع مرخصه، لانه هالامراض اللي عم تفوت على العالم بدكم تخفضوا فاتوره المستشفى في لبنان. راقبوا الغذاء بدون صح. شك بتوفروا بمطرح تدفعون اكثر بمطرح ثاني. صحيح. المصانع اللبنانيه صدقي نتالي، وانت بتعرفي صدقي بنت المنطقه، انه ارقى مصانع موجوده بالبقاع، بتقنيات عاليه، بمواصفات، ما في مرتجعات بالعالم، صفر مرتجعات للصناعة اللبنانية. هيدا فخر للبنان. أكيد. ونحن مش عم نقول هالكلام انه يا أرض السد ما حدا قدنا، لا أكيد فينا نقول هيك، ليش لا؟ فينا نقول، أنا معك، فينا نقول أكتر انه نحن مآمنين بهاي الأرض، متجذرين بهاي الأرض، وهيدا مش بيت شعر، هيدا واقع عم نطبق النشيد الوطني قولنا والعمل، مش طالعين لنقول للعالم لا في اون روز والدنيا بالفير، لا طالعين لنقول لهم بعدنا عم نقاوم، وبعدنا عم ناكل قتل، وبعدنا عم نتعذب بالحدود الفلتاني وبالبضاعه اللي عم تفوت على لبنان بدون رقيب. ما بعرف من وين عم تفوت، بعرف في فمي ماء، الله يعطينا القوه. ما بعرف بس بعرف. ما بعرف بس بعرف. نعم، هي حلوه الجمله. عم نقاوم قد ما فينا. أكيد. وعم نصمد وعم نساند بعضنا، الكبير عم يساند الصغير. كتجمع صناعيين بالبقاع عملنا دور خلال هالثلاث سنوات اللي مضت باصعب الاوقات. نعم. عملنا انتاجيه انه جمعنا بعضنا، صاروا يحبوا بعضهم الصناعيين، صاروا يقعدوا مع بعضهم، صار في محبه لاهل هالمنطقه لبعضهم. للتعاون اكيد، للتعاون لمصلحه الجميع. طيب استاذ ابو فيصل، صار في اتفاقيه تعاون بينكم وبين الجامعه الامريكيه للتكنولوجيا AUST، وهي الثانية بعد اتفاقيه تعاون مع الجامعه اليسوعيه ببيروت. شو هدف نعم. هذه الاتفاقيات؟ هي الهدف هو تطوير التعاون بين الأكاديمي الجامعي والمصانع، نحن بحاجة لهم مش هن بحاجة لنا أبدا، مثل ما تفضلت حضرتك. هي تاني اتفاقية بعد الجامعة اليسوعية، اللي كل سنة مع الجامعة اليسوعية مع الدكتور سليم دكاش عم نطلق جائزة الابتكار الصناعي، والسنة كمان هيكون عندنا جائزة الابتكار الصناعي لثلاث فئات اللي بتحمل اسم سميح اليمن الصناعي العريق، والسنة القادمة كمان حتكون تحمل الجائزة باسم إيميل رياشي كمان الصناعي، اللي فخر لنا إنه عايشناه نحن وتعرفت عليه عن قرب. أنا هلا التعاون مع الـ AUST هو أكثر بالتكنولوجيا، بالمختبرات اللي عندهم كمان جيدة، بحلقات تدريبية للصناعيين مع الجامعيين، لانه نحن عندنا مشروع الصناعي الصغير اللي ان شاء الله بوقت قريب بنعلن عنه، عم نحضر له هلا، وعم نعمل تجريب، حلقه تجريبيه عنه، عم نجيب طلاب المدارس وطلاب الجامعات الى المصانع، عم نعلمهم انه الصناعه شيء منيح مش عيب. الصناعيين
بمعظمهم، وانت بتعرف ومتاليب بتعرف والجمهور بيعرف، انه الصناعيين هن متعلمين ومن حملة تشغيلات عالية. ما رح نقدر نسمي هلا على الهواء. الصناعة في لبنان هي المستقبل، كمان الزراعة هي كمان المستقبل، لنحفظ شبابنا بهاي البلاد. ما عندنا بديل الا الصناعة والزراعة، ما عندنا لا مناجم ذهب ولا مناجم بترول، انما عقول شبابنا في حال استثمرناها بالصناعة الوطنية بيصير يطبق القول بدل ما نصدر شباب لبناني، بدل ما امياتنا تتحلف وتبعت لبرا، نحافظ على الثروة البشرية تبعنا اللي هي اغلى ثروة يملكها لبنان. استاذ نقولا كان في مؤتمر سلامة الغذاء وتوصية لأصحاب السوبر ماركت بالتشدد بعدم الشراء، مثل ما كنا عم نحكي من قبل، بعدم الشراء من مصانع غير مرخصة من وزارة الصناعة. هذا الموضوع بلشنا نحكي فيه كنا. أكيد. نعم هيدا اللقاء صار من 3 أسابيع، طلعت مقرراته الأسبوع الماضي. الهدف الأساسي تبعه أنه هالمصانع اللبنانية ينحنى ظهرها بالداخل. أكثر من هيك كان عم نطالب نحن بتطبيق قرارات وزارة الصناعة اللي هي واضحة وانبعتت للبلديات ولكل الوزارات، إنه الصناعة اللبنانية بدها تنحمى ببيتها يكون ظهرها محمي. لأنه عم تشوف إنه في يعني ما فيني خبرك كمية المصانع الموجودة في البقاع تحديدا، كل واحد يحكي عن منطقته الغير مرخصة. يعني هون خلينا نقول الهلع اللي صار بين الناس عن قصة كمان الرز المسرطن، ورجعوا طمنوا مين أدخل هالشحنة وكيف توزعت، يعني كل القصص وقتها ما تكون تابعة على شيء مرخص بضل في خوف. نتالي أنت إعلامية ذكية، ما في حدا بيتخبى عنه شيء. البلد مش بس هيك مختارة بالبقاع، كمان مش بنت البقاع بس. يعني احنا صار لي اكثر من 10 سنين صار يحق لي. نتالي صارت بنت ضيعتي وانا ما فيني اقول بدنا عنصر احفاك. لا قول ما لنا مشكله. بقى الموضوع فيما يتعلق بالرز المسرطن، وما ادراك شو في اجبان مسرطن. وما ادراك ما في منتجات عم تيجي على لبنان وبيتغير تواريخها عند بعض تجار الازمات. وهون انا بقول التاجر اللبناني دائما بدي صرخ واقول يا جماعه اللي عم تسمعوني بكل اقطار العالم اليوم، بعرف المشاهده لبرنامجك، الصناعي اللبناني والتاجر اللبناني ادمي. التاجر اللبناني منه ازهر، الازهر هو تاجر الازمات. عيب بقى نجلد بحالنا بس لبناني كمان. بس لبناني كمان وللأسف ما يعني عم بيتعاقب، وعم بيطلع تصاريح رسمية أنه تطمن الناس، بالحقيقة ما عم بيتعاقب الشخص اللي طلع عليه شبهة أو على القليل ملاحقة اللي خوفونا أنه ناكل صراحة. يعني لا ما بتخافي، والمشاهدين ما بيخافوا، يشتروا علامات تجارية معروفة. اليوم انت دخولك الى السوبر ماركت اختيار علامات تجاريه معروفه، حتى البرايفت ليبل لازم يقيدوا عليه يعني مين معبينه، ما يكونوا معبينه برايفت ليبل تحت الدرج وبيقول لك هيدا البراند تبعنا. بدنا نكون واثقين التوعيه. أنا من وين عم نجيب؟ صح. بتوجه مره جديده للبلديات مع كامل احترامي لهم، يعملوا رقابه ذاتيه. من 3 ايام كان عندنا مؤتمر بجامعه الكسليك، وتوجهت للبلديات بهذا الموضوع، انه انتم فيكم تعملوا رقابه على البيع المتجولين اللي عم يفوت على مناطقكم. هاي من مؤتمر سلامه الغذاء، وهيدي صور من اكاديميه جاردينيا للعلوم التطبيقيه اللي الطلاب عم بيجوا بيشوفوا. رجعنا لسلامه الغذاء، هيدا المؤتمر ضم كبار المصانع الموجوده بالبقاع، واخذنا قرار انه نكثف لقاءاتنا بشكل دائم لنعطي اهميه لوجودنا، ليكون في بالاتحاد قوي لنتبادل الخبرات. واكيد مشروع الصناعي الصغير حيكون عم نشوف الصور شو حلوين، حيغير كثير بالمعطيات. ما عم بتشوفي اسئله الطلاب، هيدي طلاب مدرستي، طلاب اكثر زبد زارونا وحقيقه ابهروني بقديش عندهم مواهب ذكيه، واهلهم اصدقائي. فيني اقول نتالي شغلي على الهواء واضحه، الايمان بلبنان ما بيكون بالشعارات،
بيكون بانه نحمي بلدنا من الاشاعات من ننقلها. هيدي من جامعه الكاثوليك من يومين كنا عم نحكي بذات الموضوع اللي هلا نحن عم نحكي فيه بالازاك. حيكون كمان في عنا اضافه للتعاون مع جامعه ال استاذ الاولى ما معنا كتير وقت بعد بدنا نحكي عن مشروع صناعي صغير للي طبعا بيساعد الأولاد مثل ما كنا عم نحكي على تسقيفهم حول أهمية التخصص بالصناعة مستقبلا. هذا الموضوع اللي هو كتير أساسي. شفنا صوره قلت لنا قديش مهم عن جد تنشئة الصغار يهتموا بالصناعة. بيبقى عنا موضوع أنت منك بعيد عنه أبدا وصاير رائد فيه هو الكتابات. الكتاب النجاحات وابتكارات حول العالم. متوقع أنه بالنص الأول من شهر أيار يتم توقيعه رح يوزع مجانا على الطلاب. خبرنا شوي عن هذا الكتاب. صحيح هيدا الكتاب نجاحات وابتكارات حول العالم هيدا أنجزناه هلا بالمطبعة. حيكون توزيع الكتاب مجانا للطلاب السنة الأولى بالعلوم الاقتصادية والبزنس. الهدف منه هيدا هو نقل تجربة 150 رائد في الأعمال بلبنان وبالعالم، كيف نجح جورج فريم وكيف نجح جاك سراف وكيف نجح كل شخص بلش من الصفر فينا نقول، أو بلش بمثل جاك سراف الله يطول بعمره بلش بصيدلية متواضعة عند بيو بساحة بيروت بساحة البرج وانتقل لليوم يكون من أكبر مصانع الأدوية و المساحيق التجميلية بالشرق الأوسط. هيدا الكتاب نحن يفترض كان يتوزع بشهر أدار مثل العادة مش ما بتعرفوا كلكم. دايما نحن بنبعث هالكتاب رحمي بعيد الأمهات قرباني عن روح والدتي الله يرحمها. هيدا كان عم بيكون بكل المرات توقيته شوي مزعج للبعض انه هيدا الوقت بده يقضوه مع أمياتهم. قررنا ننقله للنصف الأول من أيار. حيكون في شخصيات من الكتاب موجودين يحكوا تجربتهم الشخصية وبعتقد أنه حنروح على تجربة كتير مميزة بتوعية الأجيال القادمة أو اللي هلأ الناشئة بأنه مستقبل لبنان بصناعته مش مستقبل لبنان نضب الشنطة ونفل مع أنه ما بلومهم لأنه لما بتخرج 30,000 طالب سنويا وعندنا فرص عمل ماكسيموم ل10,000 ل20 بده يروحوا. كمان بعد عندنا شغله مهمه بدنا نضوي عليها هي موضوع الصناعي الصغير. اتمنى نعطيه وقت بحلقات تانية اكيد بنرجع لهذا بحلقه خاصه بده وقت خارج منطقه البقاع حتى بدنا نعمم هالتجربه. هلا في عنا تواصل مع بلدية فرشيمة وبلديات بالمتن لنعمم هالتجربة لنربط طلاب من مدارس بيروت والمتن الجنوبي والشمالي تطلع على البقاع تشوف شو عم ياكلوا ببيوتهم وهيدا فخر للبنان. شكرا لك نقول أبو فيصل رئيس تجمع الصناعيين في البقاع يومك مبارك.